موجز لآخر وأهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور وتقرأه رندا حتاملي ومنذر صالح. أهلا بكم. استهل جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا عبد الله اليوم زيارة العمل إلى اليابان بلقاء إمبراطور وإمبراطورة اليابان في طوكيو. وأكد جلالة الملك وجلالة الإمبراطور خلال اللقاء على عمق علاقة الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين والحرص على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات. أقر مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول العين الدكتور معروف البخيت وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 المعاد من مجلس النواب. طلب وزير النقل المهندس وليد المصري من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم حجب الخدمة عن السيارات غير المرخصة العاملة على النقل بالتطبيقات الذكية مع انتهاء المهلة المحددة اليوم أمام إجراءات ترخيص السيارات التابعة لشركات النقل. عرض المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراوني خلال لقائه بدار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين وفداً يضم ضباطاً أردنيين وإماراتيين لأبرز برامج وفعاليات الحكومة تجاه تعزيز حالة حقوق الإنسان على المستوى الرسمي. ضبطت مرتبات السير والدوريات الخارجية 117 مركبة مخالفة معظمها في العاصمة عمان في أول أيام الحملة على سائقي المركبات مرتكبي مخالفة تركيب إضافات ضوئية وصوتية. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على استثناء المعلمين من المنحنى الطبيعي فيما يتعلق بالتقارير السنوية والمطبق بموجب نظام الخدمة المدنية على أن يطبق عليهم نظام المسار المهني الخاص بالمعلمين. دعت دائرة الجمارك العامة المكلفين الذين تترتب عليهم غرامات جمركية للمبادرة بمراجعة مديرية القضايا في الدائرة للاستفادة من قرار الإعفاءات الجمركية. نجح فريق بحثي أردني من التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون باستخدام مادة سكرية يتم تصنيعها من البكتيريا متعدد الوحدات النباتية في وسط قاعدي. أخيراً نصل إلى حالة الجوية المتوقعة حيث تكون درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والبادية. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها على موقع الدستور الإلكتروني www.الدستور.com. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.